أطلقت مؤسسة بريد الجزائر خدمة جديدة تتمثل في إمكانية كل المواطنين على وجه العموم وخاصة منهم هواة القراءة من اقتناء كتبهم المفضلة عبر تطبيق OCCP بغرض تحسين خدماتها ولتقديم ميزات أكثر لزبائنها. وكشفت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن إمكانية اقتناء الكتب من متجر ANOP بالبطاقة الذهبية عبر تطبيق OCCP. ولتحميل التطبيق يرجى الولوج إلى الرابط التالي.